بسم الله الرحمن الرحيم. معكم هندسة فتوح العصفور، أمين سر اتحاد المكاتب الاستشارية والدور الاستشارية. إحنا الراعي الحصري حق ملتقى المرأة الكويتية والمرأة العربية. يسعدنا كثيرا أن نكون إحنا الراعي الحصري، ويشرفنا لأن بالنهاية إحنا يهمنا أن تطور المرأة الكويتية وتشجيع المرأة بصورة عامة وتشجيعها بصورة خاصة للمهندسة الكويتية. دخولنا في هذا الرعاية يهمنا أن إحنا نشجع المهندسات أن يفتحون لهم مكاتب هندسية، وسبب في ذلك أن إحنا في الكويت عندنا 250 مكتب هندسي، من هالمكاتب بس 24 مكتب اللي تملكها مهندسات أو معماريات. يهمنا أن نرفع هذه النسبة، النسبة هاي لا تتعدى 8% من الإجمالي. وإحنا نعتقد أن المرأة الكويتية كونها صاحبة مكتب هندسي هي تكون امرأة متميزة بطبيعتها، لأن المرأة دقيقة جدا في شغلها وفي تعاملها، وخاصة لما يجي في مواضيع التصميم، التصميم المعماري، التصميم الداخلي، هي أفهم لحاجة الأسرة كذلك. حتى لما نتكلم بالتخطيط العمراني، لأن هي اللي مسؤولة عن الأسرة، ومثل ما يقولون المرأة نص المجتمع وهي تجيب نص المجتمع الثاني، فهي المجتمع كله. وإحنا نعتقد الهندسة مو بس هندسة بناء، هندسة الإنسان، وهي المسؤولة عن هذه الهندسة. وبالتالي يعني أسعدنا كثيرا أن نكون إحنا الراعي، ودور الاتحاد كذلك لا ينحصر فقط كاتحاد يعني رابطة أو شو نسميه مجموعة من المكاتب الهندسية. إحنا شغلنا يتعدى أن نكون بس مجموعة من المكاتب، إحنا نتدخل كثير مع التشريعات والقوانين، نحاول مع الجهات الرسمية أن نصلح القوانين والتشريعات بحيث يصبح قوانين البناء والقوانين الموجودة في البلد تساير العصر وتكون لمصلحة المجتمع. نقطة ثانية اللي مهمة اللي هي دور الاتحاد، وليش أنشأ الاتحاد؟ طبعا أنشأ في 2006 ونبع الاتحاد أساسا من جمعية المهندسين الكويتية، ولهم فضل كبير علينا. كنا عبارة عن لجنة صغيرة جدا، وما ظهر الاتحاد هذا على الوجود إلا بدعم كبير من جمعية المهندسين. وعلى فكرة جمعية المهندسين إلى الآن قاعد تدعمنا في كل شيء، وإحنا وهم نعتبر نفسنا نفس الكيان والله الحمد. وإن شاء الله العلاقة هذه تستمر بيننا. والملتقى المرأة الكويتية والعربية هو أساسا منظم من قبل جمعية المهندسين، وهم اللي يرعون بناتنا ومهندساتنا، وإحنا بالتالي ماشيين على نفس الخطوة والله الحمد. فمن هذا أحب أذكر خلاف ذلك أن دور الاتحاد شيء مهم جدا. دور الاتحاد هو تنظيم المهنة، تنظيم مهنة الهندسة، تنظيم القوانين، تنظيم التشريعات، حفظ حقوق أصحاب المكاتب الهندسية، زين حقوقهم طبعا بما يرضي المصلحة العامة. كذلك في عندنا اثنين من الأعضاء اللي هم حاليا في لجنة مزاولة المهنة في البلدية، دورهم أن يراقبون أداء المكاتب الهندسية، وكذلك إذا مكتب أخل بشرف المهنة طبعا في هناك عقوبات، وعقوبات جدا صارمة، يعني أكثرها طلعها إذا سمعتوا تصريح الجرائد من فترة الوزير الكندري الله يطول عمره، حط التشريع يوصل إذا خالف صاحب المكتب المهنة مالته بطريقة سببت بضرر جسيم يحكم عليه بالسجن. يعني المسألة مو لعبة يهال. فإحنا ناس مهنيين جد مهنيين، ونحاول كاتحاد أن نضبط هذه المهنة لمصالح المصلحة العامة. وكذلك في عندنا دور كبير في أن نعدل المواصفات مع الجهات الرسمية، أن يكون عندنا إحنا كذلك كود بناء خاص فينا يتناسب معانا كبلد خليجي، قوانين تتناسب مع طبيعة مجتمعنا، مع طبيعة النهضة اللي قاعدة تصير في بلدنا السريعة هذه كلها. فالاتحاد له دور كبير، وقاعد نحاول بطريقة ما أن نربط مع كل الجهات الرسمية، أن ندافع عن حقوق المهندسين أصحاب المكاتب، ندافع عن حقوق المهنة، ننظم المهنة. والشغلة يعني مو بسيطة. وبدام أنا تحت لي الفرصة الحين أن أتكلم، ودي أقول أن إحنا المكتب الهندسي، أحب أفهم أن المكتب الهندسي هو مكتب مهني بدرجة أولى، زين؟ وإحنا حاليا نواجه مشكلة كبيرة بالنسبة لاتحاد المكاتب الهندسية، أن كثير من المكاتب قاعدة تباع،
فهذه فرصة بالنسبة، أحب أنبه لأصحاب المكاتب الهندسية اللي قاعدين يبيعون رخصهم برا، أنتم ما قاعد تضرون بس نفسكم، زين أنتم قاعد تضرون المجتمع. صاحب المكتب الهندسي إذا فتحت رخصتك لازم أنت تجابل بنفسك شغلك، لأن هذا مثل الدكتور ومثل المحامي، ما فيك أنت تنقل المهنة إلى تعملها كبقالة، رخصة دكان أو بقالة وتترخصها حق إنسان هو أساسا مو مهني ولا راح تقع عليه أي مسؤولية. إحنا اليوم ترى المحاكم في الكويت تعج بقضايا مكاتب مؤجرة أصحابها، طلعت في بعض القضايا حتى حكم سجن على أصحابها. وإحنا نتمنى جدا أن أصحاب المكاتب أو اللي يطلع لرخص يقوم هو بمهمته هذه بنفسه، يجاب المكتبة. إذا ما قدرت تجاب مكتبك سكره، وقف رخصتك، يحق لك أن توقف الرخصة. كذلك نتمنى على مجلس البلدي قسم مزاولة المهنة أن يسن قوانين. إحنا ما عندنا قانون إلى الآن يحدد سن صاحب المكتب الهندسي لما بيفتح. يعني أتذكر العام صادفنا واحد عمره 75 سنة مقدم على مكتب هندسي، أنا أيامها كنت في مزاولة، في لجنة مزاولة المهنة، ما قدرنا نرده، عطيناه رخصة. يعني 75 سنة الحين المفروض أنت بسنة تتونس تروح تشوف عيال عيالك وتستانس في حياتك، وهذا مؤكد لما يجيني واحد بالعمر يفتح رخصة راح يعطيه حق واحد ثاني، يعطيه حق واحد يأجرها له، والثاني اللي أجرها يوم يصير في خراب، ولما يصير هالك يصير معانا ترى، لما يصير في خراب في المباني، خطورة تهدم جسيم في المباني، وتدور صاحب الشخص اللي أجر الرخصة عشان تحاسبه ما تلقى موجود عندك بالكويت، تلقى منه؟ تلقى صاحب الرخصة هو اللي قاعد يعاقب. فرجاء يعني أطالب جميع المهندسين والمهندسات، مو بس المهندسين والمهندسات، لا تفتحون رخصة مكتب هندسي إلا إذا أنتم بتجابلونها بنفسكم. وإحنا نعين ونعاون، إذا في أي شيء تبون منا إحنا مستعدين نساعدكم. من يوم ما تنشئ المكتب نوجهكم في إدارة المكتب، نساعدكم في شلون تأخذون المشاريع. إحنا كذلك الحين في فترة قاعد نطالب كاتحاد مكاتب هندسية، وطالبنا فيها كثير من الوزارات، يعني إلى الآن ما حد استجاب لنا، إن لما ينزل مناقصات في البلاد يعطون فرصة لأصحاب المكاتب الصغيرة تدخل مع المكاتب الكبيرة. يعني لما تنادون مكتب في مناقصات 5 مكاتب يجب يكون في شروط المرجعية إن هناك مكاتب صغيرة ناشئة تتعاون مع المكاتب الكبيرة، عشان هذا المكتب الناشئ يتعلم من المكتب الكبير تنظيم العلاقة. هذه بسيطة، ينظمها الشروط المرجعية نفسها شلون تنظم العلاقة بين مكتب كبير ومكتب صغير. ولكن انت اليوم عطيت فرصة حق هذا المكتب انه يكبر، في نفس الوقت عطيته انه يكتسب خبرة، عطيته يمكن حتى من هذا المكتب قد يدخل بعد فترة مع المكتب الكبير كمكتب ثاني كبير. فانتوا في الحالة قاعد تشجعون، بس هذا الشغلة مو بإيدنا احنا. احنا ترى لنا فترة طويلة كاتحاد مكاتب نطالب الجهات الرسمية ان في الشروط الحقوقية، في شروط المرجعية لازم تعمل نوع من التعاون بين المكاتب الصغيرة وبين المكاتب الكبيرة. الشيء الآخر، احنا ودنا نشجع كذلك العمالة الوطنية بالبلاد، فنطلب منهم لما تحطون شروط مرجعية حطوا جهد بشري من العمالة الوطنية، مهندسين، ممكن يكون سكرتارية، رسامين، حددوا أن يكون كويتيين، حطوا خبراتهم. فإحنا كمكاتب لما يكون أنا عندي بالجهد البشري مطلوب مني ومطيب مني غصبا علي إنه لازم أحطه، ولا ما راح يطلع الفن، ما راح أفوز، أو ما راح الجهة الحكومية يطالع التغيير الفني. وبنفس الوقت أنا راح أحطه لأن أنا راتبة، إذا ربحت المناقصة كمكتب أنا عارفة إني أنا أقدر أدفع رواتب المهندس هذا لأنه مدفوع من الدولة. فأتمنى إن شاء الله، يعني يمكن الموضوع وايد تشعب هني، بس هذه من الأمور المهمة. المكاتب اللي قاعد يفتحون رخص ويبيعونها، رجاء أن تفكرون مو بس 1000 مرة مليون مرة قبل لا تسوون هالشغلة، لأن فيها ضرر كبير عليكم وعلى المجتمع والمصلحة العامة. الشغلة الثانية، تشجيع المكاتب الهندسية الصغيرة أن تشتغل مع مكاتب كبيرة، وتشجيع العمالة الوطنية مو بس كمهندسين بأن تعطونهم دور في المشاريع وتحطون لنا جهد بشري واضح بأدوارهم وسنين خبرتهم، وتحددون لنا كذلك رواتبهم. وما أبي أطول عليكم أكثر من كذي، وبالنهاية نشكر الملتقى المرأة الكويتية والعربية اللي تاحت الفرصة هذه لنا أن نكون إحنا الراعي الحصري صراحة، وسعيدين جدا أن نكون إحنا الراعي الحصري.
ونتمنى مستقبل باهر للكويت كلها، وإن شاء الله عجلة التنمية تمشي عندنا ونشوف كويتنا مثل كويتنا قبل وأحسن، وشكراً.